المعرض شمل مجموعة من النشاطات النسوية المختلفة، منها التقليدي ومنها العصري، مثل النسيج، الصناعة التقليدية، صالونات الحلاقة العصرية، الحلويات العصرية والتقليدية، وكذا مدارس التعليم وخاصة تعليم اللغات. حاولنا الدمج بين الأنشطة التقليدية للمرأة وكذا الأنشطة الحديثة من أجل تشجيع المرأة على كسر حاجز التخوف من المهن الخارج إطار المربوط بخصوصية المرأة، مثل الطبخ والحلويات والصناعة التقليدية.